مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج بين السطور. قضية اليوم خيمة الصحفيين سمر رمضاني لأهل السودان. معي ضيوف داخل الأستوديو، ورحب بالأستاذ فيصل محمد صالح مدير البرامج بطيب بريس. مرحبا بك. مرحبا. ورحب أيضا بالأستاذ أيمن مبارك مدير المركز الأفريقي السوداني. مرحبا بك. أهلا ومرحبا لكم، التحية، كل عام وأنتم بخير. أستاذ فيصل، يعني موسم خامس لخيمة الصحفيين، ولكن الكثير من الناس بيعتبروا هذا الموسم هو الأنجح، هل تتفق معي في هذا الحديث؟ بالتأكيد أنا أفكر في أسباب كثيرة جدا للنجاح، ويمكن حتى تراكم الخبرة والتجربة. احنا بدأنا الخيمة دي في 2007 وقمنا 4 مواسم، ثم لأسباب صعوبة الحصول على التصديق يعني توقفت ل3 سنوات. أعتقد أنه لما عدنا هذا العام استفدنا من خبرات السنوات السابقة، ده كان عامل أساسي جدا في النجاح، ولكن يمكن المساعدات والتعاون اللي لقيناه والأستاذ أيمن المبارك من رعاة وأصدقاء كثيرين ساهموا في نجاحه. أنا أعتقد أيضا برضو زيارة نشاط وسائل الاتصال الاجتماعي، التواصل الاجتماعي له دور كبير جدا في توصل المعلومة للناس. يمكن لو رجعت 4 5 سنين ما كانت بهذا النشاط، الواتساب الفيسبوك الغير والتويتر دي ساهدت في الانتشار بشكل كبير جدا. يمكن مجموعة من العوامل اللي خلت هذا الموسم من أنجح المواسم مرة بالخير يكون ناجح. أستاذ أيمن، يعني بوصفك رجل أعمال، ما الذي دعاك للدخول في مثل هذا النشاط؟ وكثير جدا من رؤوس الأموال دائما ما تهرب من هكذا نشاطات. طيب، أنا في البداية بقول إنه خيمة الصحفيين مشروع كبير، جزء من المشاريع الناجحة، مشروع تنوير معرفي ثقافي. أنا بفكر إنه يعني مفترض مش يعني جهة واحدة تتبناه على كافة المستويات، خصوصا إنه الندوات اللي فيه والتداول اللي فيه ده جزء من الدور الاجتماعي للمؤسسات. يعني أي قسم بتاع social responsibility مفروض يكون مسؤول من البرامج الثقافية والاجتماعية، لكن درجة العادة إنه الناس ما بتستوعب المحتوى بتاع البرنامج، اعتبر إنها خيمة وعبرة، يعني موضوع خفيف. لو الموضوع أكبر من كذا، فيه هو يعني بيلتقي بالصحفيين وبأسرهم، فيه يعني مواضيع كبيرة جدا وندوات ثقافية. فبيبقى إنه التركيز دائما بيكون بتاع الناس بيكون في موضوعات تانية مختلفة. نعم. يعني أفتكر إنه زيارة منصور خالد هو الندوة بتاعته كان فيها درجة عالية جدا من الفائدة للمتلقي، تاريخ وحاضر طبعا. نعم. تاريخ وحاضر ومستقبل البلد والرؤية بتاعتهم. بالإضافة لإبراهيم محمد حسين برضو كانت يعني القاعة كانت الناس واقفين على رجلهم. نعم. على عندي تحفظ كنت بفتكر بلاغ اشتغال الأستاذ فيصل، بقول له الناس بيقول زي لايك القنا والبريكات والحياة زي دي، بقوم بقول لي خيمة الصحفيين ما يفتكروا حفلة، ده منتدى ثقافي. نعم. فبعد ذاك وعينا واكتشفنا انه فعلا هي تجربه بالنسبه لنا جديده، اكتشفنا انه لا، الموضوع ده هو يعني اكبر من الموضوع بتاع غنى، حتى الناس كانت بتتجاوز غنى بعد مره. الرساله اللي قصدت انك توصلها من خلال وجودك في الخيمه شو؟ الرساله اللي قصدت اوصلها انه الحته دي مسؤوليه مجموعه كبيره جدا من الناس، على الاطلاق ما 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 هم بتاع مؤسسه الطيبه ولا بتاع الصحفيين، ما هو الموضوع ده كبير جدا، موضوع اجتماعي، ده مشروع بناقش قضايا كثيره جدا. اذا تكلمنا على السياسي موجود، الاجتماعي، الثقافي، الفكري، فده مشروع. وافتكر انه في المره الجايه اذا انا عندي دور حقوم به، ودوري الاكبر انه كل الناس اللي حوالينا اللي ممكن نوصل لهم الفكره، ونحن موثقين كل الحلقات تحت الخيمه نرسل لهم رسائل بانه الكونسبت اللي كان موجود في خيمه الصحفيين. نعم. خلينا ندخل معك أستاذ فيصل لكواليس الخيمة. كثير من الناس غايبة عليهم بعض هذه الأشياء، كيف بيتم اختيار الضيف والموضوع؟ يعني هل هنالك لجنة للتشاور أم هو قرار؟ لا، هو طبعا التداول الأول بيتم داخل الطيبة، نحن نقعد مجموعة الناس، طبعا الطيبة دي الناس ما يدخلوا حاجة كبيرة، نحن 5 أشخاص في الطيبة بنقعد نتداول، بنعمل مقترحات للبرامج زي ما قلت استفادة من التجارب والخبرات السابقة. لكن عندنا أصدقاء للخيمة سواء كانوا من الصحفيين والإعلاميين أو من خارجية بقدموا لنا مقترحات، فقدمت لنا مقترحات منذ البداية، أدرجناها وشفنا ما نستطيع تنفيذه. بعضها يمكن كان الوقت ما أسعفنا أو الإمكانيات ما أسعفتنا، لكن جاتنا أفكار كثيرة جدا، ذلك اخترنا منها. ومن البداية نحن فكرتنا زي ما قال أيمن إنها ما حفلة، الغنى قاعد يكون موجود لكن الفكرة أصلا ليست حفلة غنائية، لازم يكون في موضوع، موضوع يجذب. إحنا مسمين الخيمة دي من البداية بنقول للصحفيين والإعلاميين وأسرهم وضيوفهم، صحيح هي مفتوحة للجمهور
لكن نعم. احنا من البدايه الفكره الاساسيه انه نجتذب الصحفيين والاعلاميين في فئه معينه. نعم، وبالتالي لازم تمزج بين انك انت تناقش قضايا خدميه زي جبت والي الخرطوم لاول مره كان جديد نعم. واستمع لاراء الناس ورد لوزيره الدوله للصحه الاستاذه سميه ادريس الجديده برضه في الموقع، جبنا ناس الشرطه عشان يتكلموا عن السجل المدني، يتكلموا عن قضايا التجنيس، يتكلموا عن كده، جبنا ناس الاوقاف قضايا ختميه في نفس الوقت في قضايا فكريه وثقافيه نوبشت نعم. يعني ناقشنا قضيه زي قضيه الملكيه الفكريه، إرث الفنانين والشعراء ده ملك أسرهم ولا ملك الجمهور، لأنه في تنازع حاصل. كانت ليلة جميلة جدا. منصور خالد مؤانسة كاملة معه عن سيرته الذاتية وغيرها، ونفتكر كان فيها زاد معرفي وفكري ونقاش سياسي كبير جدا. قضايا زي دي يعني عملنا حاجة زي التاريخ الاجتماعي للسكة حديد. الناس أجيالنا ويمكن أجيال السبقتنا مرتبطة في ذهنها السكة حديد بتاريخ جميل جدا، مش مجرد مؤسسة خدمية فيها قطارات وكده، لكن في قصص وحكاوي. فعملنا الليله كان معنا التاريخ الاجتماعي للسكه حديد، واستدعينا حتى اغاني القطار، هم اظن الاغنيات اللي مرت فيها القطار. نعم. ففي قضايا كثير جدا نوشت، راينا فيها التنوع بين انه تناقش قضايا خدميه تجذب الناس، قضايا فكريه وثقافيه، وبيكون في جانب ترفيهي ايضا. نعم. لذلك كان في غنى. انا بفتكر برضه واحده من الحاجات المهمه جدا، احنا جذبنا المسرح الى الخيمه لاول مره، قدمنا مسرحيه النظام يريد كامله في الخيمه للجمهور. نعم. وده كان بتعاون من اسره المسرحيه، انهم ينتقلوا من مسرح مجهز الى حته يمكن تكون ما مجهزه خلال يومين، يعني تم تجهيزها. كان في تنوع في البرامج، التنوع برضه كان واحد من الافكار. نعم. لكن انا اعترف انه في كثير من الافكار لدونا الناس الوقت ما اسعفنا انه ننفذها، ونامل انه ننفذها ان شاء الله في المستقبل. نعم، احنا الان بنتابع مع كل المشاهدين، يمكن ده جانب من الليالي اللي تناولتها او كانت موجوده في خيمه الصحفيين. عود لك مره ثانيه استاذ ايمن مبارك، يعني كيف تنظر لتفاعل الجمهور والحضور مع هذه الليالي؟ طيب الحضور كان في طوال في على الدوام في حاله بتاع تزايد. يعني انا عندي اصدقاء مقربين مني، فالخيمه دي لما وقفت في ايام الاخيره 27 بيقول زاد، يعني ثاني برنامج شنو احد عودنا على الجو ده وعلى البرنامج ده، فيعني في تزايد طبيعي يعني حتى يعني مثلا ممكن يكون زول جاي يقول لك لا، يلقى الموضوع اتراكتيف شديد، فتلقاهم قعدوا سمعوا الندوه مناقشتها موضوع الزكاه السكه حديد. نعم. دي كانت مواضيع جاذبه جدا للناس. اضيف الى كده الاسئله كانوا بيسالوها الصحفيين، يعني طبعا نازله في جراه في الموضوع وفي وبعدين رمضان يعني بهدوء الناس وطبيعه الجو الرمضاني كان في عفويه كبيره جدا في البرنامج. فدي يعني انا بفتكر انه انا كنت بقول انه المنتدى ما يعني يكون منتدى دايم حتى ولو 4 مرات في الشهر بيكون افضل، لانه ده الموضوع كان ناجح. نعم استاذ فيصل، يعني بعتقد الكثير جدا من المتابعين انه نجاح الخيمه كان نتائج لافتقار الساحه السودانيه لمثل هذه الملتقيات. بالتأكيد واحدة من المشاكل الأساسية جدا أنه نحن بنفتقد المنتديات المستمرة التي تقدر تقدم هذا الزاد المعرفي الفكري التثقيفي الترويحي عن النفس، ونفتكر هذه إشكالية كبيرة جدا، ودي مسؤولية زي ما قال أي مسؤولية جهات كبيرة ومؤسسات. نحن بنحاول نقوم بدور، لكن بنفتكر أنه في جهات ومؤسسات كثيرة جدا مفترض أنها تقوم بدور عشان تسد النقص الموجود ده، يعني لأنه جهدي واحد لن يستطيع أنه يعني يكفيه. العاصمة دي خلي الأقل من العاصمة دي كبيرة جدا، وفي ناس كتار يمكن ما يقدروا يوصلوا الحتة اللي فيها خيمة الصحفيين دي، لكن يفترض أن يكون في منتديات كثيرة ويكون في أنشطة كثيرة جدا. أنا بقدر أعقب برضو على حكاية النقطة قال أيمن، أهم كانت نقطة في الخيمة أنه الخيمة كل برامجها كانت تفاعلية، يعني ما في حديث من جانب واحد إلى الجمهور، كل البرامج دي كان فيها تفاعل، فيها أسئلة، فيها مناقشات، فيها تعليقات، ده بيكسبها حيوية. فجزء التفاعل ده كان واحد من الحياة المهمة جدا في الخيمة. نعم، خلونا نتكلم عن الجانب المالي، يعني كيف قدرتوا تغطوا هذا أو هذه الخيمة بهذه الليالي الموجودة مع بالتأكيد هي بتحتاج لكثير جدا من المال لإدارة هذه الليالي، وبتكون فيها مصاريفات كثيرة جدا. بالتأكيد نحن من البداية الخيمة قامت هي غير ربحية، وبالتالي ما في حاجة اسمها رسوم ولا في دخول ولا في قروش ولا في حتى الخدمات. يعني الدخول والخدمات مجانية، دي من فكرة الخيمة من 2007 ما تغيرت، وبالتالي بنحتاج إلى شكل من أشكال الدعم عبر الرعاية. هذا العام توفرت لنا الحمد لله بشكل كبير جدا. يعني أيمن عبر المركز السوداني الأفريقي وفر لنا المكان في حتة جميلة، و
الناس يستطيعوا ان يصلوا اليها ويصلوا الى المواصلات بسهوله جدا داخل الجراند اوليف فيلا اللي هو الاستوديوهات اللي بيملكها ايمن المركز السوداني الافريقي، وقام بتجهيزه بالكامل يعني. يعني ده كان مجرد استوديو سجلت فيه حتى بعض الحلقات برامج بتاعت الشروط بسرعه جدا. هو يعني اعد المكان بحيث انه يصلح كخيمه، يعني لو شفت حتى في الصور في فوانيس رمضان جميله جدا. ايمن دول جاء في مصر في 24 ساعه عشان تناسب المكان. رجل اعمال نعم. فده جزء من الرعايه انه هو تكفل بكل هذه النفقات بتاعت اعداد المكان واستضافنا. لكن بعد ذلك احنا لقينا والله دعم وتعاون مؤسسات كبيره جدا رعت وراعت مساله المسؤوليه الاجتماعيه اللي قالها ايمن، يعني سوداني رعت الخيمه طوال الشهر. لقينا رعاة آخرين زي البنك السوداني الفرنسي، البنك العقاري، الأوقاف، الشرطة، شركة دال للمواد الغذائية، ديل إما دعمونا بشكل مالي أو بشركة دال بالمشروبات والمياه وكذا طوال فترة الخيمة. لذلك استطعنا أن نقدم الخدمات دي ونحافظ على مجان ونقدر نغطي كثير جدا من المنصرفات، لأنه في فنانين وفي فرق موسيقية وفي غيره وغيره وغيره. نعم، تعليقك أستاذ أيمن على الجانب المالي وهذه التغطية الكبيرة جدا من قبل رعاة ودعمهم للخيمة الرمضانية. والله هي طبعا يعني حتى أنا اللي قدمت المقترح لخيمة الصحفيين لتدعيمه، وكنت مبسوط جدا إن أنا أستضيفه. فقلت لهم المشروع ده بحب، يعني لأنه عندنا إيمان قاطع بأنه الثقافة بتلعب دور كبير جدا في تنمية وتطوير المجتمعات. أضيف إلى كده البرامج دي في رمضان بتلقى قبول عالي جدا عند الناس وبيصلوها كده. ما بفتكر انه احنا يعني قدمنا جهد اكبر من كده. ولو الفتره ذاتها فتره الاتفاق وانه استاذ فيصل اقتنع ومحمد لطيف اقتنع برضه دي اخذت وقت لحد ما وصلنا لاننا نعمل الحاجه دي. لكن افتكر انه اذا عندنا متسع من الوقت ممكن نعمل بريبيرنج قوي جدا للحاجه دي وتطلع بمستوى عالي جدا، يعني اكبر مما نحن يعني نحن عايزين اكبر من كده ان شاء الله. الحاجه دي مهمه جدا انه ايمن اصروا عليها. احنا اخر خيمه غلفنا بالضباط برضه استضافونا بكرم شديد جدا شاكرين لهم، وكنا ناويين نعمل في نفس الحته. فايمن طرا علينا المقترح ده كنا متخوفين على الاقل الفكره بتاعت انه ربما يكون الفندق حته ارستقراطيه الناس يعزفوا عن الحضور اليها، ولكن يعني قدر انه يقنعنا. كنا متخوفين فعلا الفكره، لكن احنا بعد ذلك اكتشفنا انه جزء كبير جدا من اسباب النجاح كان المكان المهيئ والقريب للناس. هادي وجميل يعني. يعني استاذ فيصل او عفوا استاذ ايمن، يعني بترى انه هل بترى انه الخيمه بهذه الليالي وهذه الموضوعات اللي كانت مطروحه ناقشت موضوعات مهمه يعني قدرت تلامس هموم المواطن؟ بالتاكيد. يعني شوف، يعني انا من اميز الندوات على مستواي الشخصي، انا يعني فكره الندوه بتاعت مصر خالد كان فيها مواضيع فكريه وعميقه جدا حتى لشرحه لتاريخ السودان وكيف ممكن تمشي الامور والتوصيات بتاعته كان بيقول للحضور كانت مهمة جدا. بعدين انت اي زول عنده الحق في انه يسأل السؤال، اي زول ما بالضرورة كان يكون صحفي. ففي اسئلة كثيرة جدا كانت بتزور في اسهاننا سألوها الناس واحنا سمعنا اجاباته وردوا عليها. برضو بالنسبة للسيد وعلى الخرطوم السكة حديد الاوقاف ده كانت مهمة وموضوعية يعني مفيدة جدا. يعني احنا يعني تفتكر انه لما تقعد في البرنامج جاذبية الموضوع المطروح هو اللي بيخليك انك انت قاعد تتابع وتسأل تواصل فيه. نعم استاذ فيصل، يعني لو نتحدث عن رايك في التغطية الإعلامية لليالي ليالي الخيمة الرمضانية، يعني طوال شهر رمضان يمكن رفضت الصحافة السودانية بكثير جدا من الموضوعات أعمدة الرأي وحتى المنشطات يعني كانت كلها من الخيمة خيمة الصحفيين. والله نحن راضين على التغطية وشاكرين جدا للجهات الإعلامية المختلفة، محطات التلفزة وحتى الصحف زملائنا الجرائد اليومية اللي هم تابعوا النشاط بشكل يومي. ونحن الفكرة الأساسية أنه حتى ممكن يستفيدوا منه في مناقشة قضايا، لأنه القضايا المطروحة كلها على كل المسلسل سواء كانت زي ما قلت قضايا سياسية وخدمية ولا قضايا حتى فنية ولا فكرية ولا ثقافية صالحة جدا لأنها تناقش في الجرائد. فنحن راضين عن يعني شكل التغطية اللي تم متابعة تمت من الزملاء الصحفيين والكتابات حتى اللي كتبوها سواء كانت أشادت بالخيمة أو حتى وجهت بعض الملاحظات بتفيدنا بالتأكيد في التخطيط إن شاء الله لمواسم قادمة. دي من جانب يعني الناس كتير جدا قالوا خلوا الخيمة تستمر، نحن نفتكر إنه الخيمة رمضانية وبالتالي ما في طريقة إنها. أنا سويت عايز أسألك يعني ليه؟ لكن عندنا منتديات حنواصل المنتدى، عندنا أفكار بتاعت منتديات بنواصل المنتديات خلال العام، لكن الخيمة بشكل ده إذا خرجناه من رمضان يمكن يكون تفقد علاقة وطعمة.
فالخيمة ستظل رمضانية، لكن حنواصل نشاط المنتديات اللي ممكن من خلال برضو نطرح قضايا وأفكار ونستضيف ناس طوال العام، يعني بجزء من النشاط قمنا به قبل كده وإن شاء الله حنواصل فيه. نعم، أكثر حضور كان في ليلتين، ليلة والي الخرطوم وليلة منصور خالد، يعني لماذا يعني تعزون هذه المشاركة الكبيرة في الليلتين؟ والله جاذبية الشخصين، يعني منصور خالد مفكر ومثقف وسياسي وكاتب كبير عنده إسهامات على مدى أكثر من يمكن 50 سنة في الحياة السياسية والفكرية والثقافية السودانية، وذلك ليس غريبا على الإطلاق ولا مستعرضا أن يكون في إقبال على الليلة التي فيها منصور خالد، يعني كانت مفهومة جدا. بالنسبة للفريق عبد الرحمن حسين والي الخرطوم، هو تولى منصبه جديد والخرطوم للجمهورية، يعني جمهورية الخرطوم، المنصب منصب كبير وحساس وفي قضايا كثيرة جدا بتؤرق الناس في الولاية، لذلك كان برضه متوقع جدا أن الناس يجي يحضروا، خاصة أنه تم الاتفاق معه من البداية برغبته هو برغبتنا أنه هو يكون مستمعا أكثر على عكس ما يحصل، لأنه هو جديد في المنصب وبالتالي من الصعب جدا عليه أنه يكون متحدث أساسي في كل القضايا ويقول أنه لديه خطط وبرامج، فضل أنه يسمع، ودي كانت الفئة جاذبية أكثر، أنه الجزء الأكبر كان هو عبارة عن أسئلة وملاحظات وتعليقات ومقترحات من الحضور ثم كان تعقيبه في الآخر، لذلك أنا أفتكر أنه الليلتين دي الحضور الكبير لهم كان مبرر جدا. نعم، تعليق أستاذ أيمن. والله أنا ما يعني أكثر من اللي قاله فيصل معي الإضافة، لكن أنا أفتكر أنه برضو يعني الناس قدمت أفكار للسيد الوالي ومشروعات، دي برضو كانت حاجة فكرنا إيجابية جدا ووصق لها وبصدر رحب جدا، وبعد ذاك زي ما بنقولوا عالق الجمهور السيد الوالي في ختام الأغنية دي الخرطوم يا العين دي جمالك. نعم، فكانت يعني لوحة جميلة جدا يعني في اليوم ذاك. نعم، أنت كنت الداعم الأول والكبير جدا في إنه الخيمة تقام في هذا المكان تحديدا، يعني خلينا نتكلم عن شنو المطلوب من الخيمة الرمضانية لكي تكون أكثر نجاحا وأكثر ألقا وأكثر حضورا. يعني إذا بسمح لي فيصل، أستاذ فيصل، أقدم توصيات خفيفة. يعني أنا أفتكر أنه زي الصراعات القبلية، من يعني أنا داري يعني الخيمة باعتبار أنها السلطة الرابعة خيمة الصحفيين تقدم مشروع لمعالجة الصراعات القبلية في ندوة معينة، تستضيف مفكرين من خارج السودان في بعض البرامج بتاعتها، تقود دور سياسي في تقرب ما بين المعارضة والحكومة من أجل مصلحة السودان. يعني أفتكر أنه دي الحياة المهمة جدا، وأنا أفتكر أنه الأجواء بجانب الموضوعات، ده جانب الموضوعات اللي بتهتم يعني خيمة الصحفيين، وأنت داخل بتحس براحة كده، أفتكر أنه الجو غير الجو بتاع مناكفات، ولا حتى لما كان في لغة والخرطوم كان في لطف في ملاطفات، فالجو بيفرض نفسه على الناس، طبيعته مرونته والناس اللي قاعدين ناس طبيعيين جدا وهموم كلها هموم منطلقين من حتة وطنية. فأنا بفتكر أنه ممكن إذا الفكرة كبرت شوية فيها عمق وإضافة بتاعت حاجة جديدة زي دي، أنا بفتكر أنهم قادرين على أنه يوصلوا البلد لمراحل كويسة، وده دورهم، جزء من دورهم الأساسي. نعم أستاذ فيصل، يعني إلى أي درجة من الرضا وصلتم في هذا الموسم، وهل هنالك مشاكل واجهتكم في تنفيذ الخيمة؟ والله طبعا في صعوبات طبيعية جدا متوقعة، زي ما قلت لك عندنا خبرات تجارة سابقة، بالتالي في أشكال من الصعوبات، يعني احنا عندنا مقترحات ما قدرنا ننفذها، الإمكانيات ما سعفتنا، يعني سايما أشار إلى استخدام ناس من برا، كانت في فكرة، يعني مثلا بدينا مشروع الاستضافة الشاعر المصري هشام الجخ، وهو رحب بشدة جدا يعني وتعاون معنا، لكن كانت التكلفة أكبر من 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 إمكانياتنا، من قدرتنا على تنفيذها مع الأسف. يعني نتمنى إنه في موازين جاي ننفذها، في أفكار زي دي مرات الإمكانيات المالية ما تساعدك، مرات في إشكالات عادية جدا عندها علاقة بالتنظيم و يعني صبر الناس على بعض الحاجات، مرات في مشاكل لوجستية مرات بسيطة جدا بتقابلك، لكن بشكل عام والله نحن راضين عنها. بنفتكر انه رغم التعب والسهر اليومي وكذا، ونحن شغالين بالنهار يعني ما مقدين اجازه، الناس قاعدين في الخيمه لحد الساعه، الناس بيطلعوا الساعه 1:30 2، احنا بيكون في ترتيبات ايمن ده بيكون قاعد معانا،
اذا في اشكالات بتاعت اليوم نعالجها، اذا في تحضيرات لبكره بنعملها، فبنمشي بيوتنا متاخرين. لكن كنا سعيدين. نعم. هل يمكن ان ينتظر المشاهد في مواسم قادمه ان تكون مباشره عبر قناه من القنوات الفضائيه؟ والله الفكره كانت السنه دي مطروحه يعني بشكل ما، لانه كان استوديو واجهزه، ولكن يمكن التواصل مع القنوات الفضائيه ما اكتمل عشان يوصل نهايته. لكن في بعض الحلقات سجلت وبثت. نعم. يعني وإذا كان في إمكانية السنة الجاية أن تبث بعض العناد، بتحتاج طبعا البث المباشر يحتاج إلى شكل من أشكال الضبط للحضور للجمهور للزمن. نعم. فمن الممكن جدا إذا عملنا عليها من الآن يعني تحضير للموسم القادم، من الممكن جدا، وده بيكون بيسعدنا، لأنه بدل ما يكون محصور ل 300 400 500 شخص حاضر بتكون موجودة لكل الناس. نعم. استاذ ايمن، يعني الناس المتوقعين شنو في المواسم القادمة للخيمة الرمضانية؟ والله انا اتوقع انه الخيمه الرمضانيه الجايه هي ذاتها بعد دقت يعني ليست بملك لفيصل احمد سعد ولا لايمن مبارك. انا متاكد انه المشروع ده مشروع كبير. فيصل احمد سعد فيصل محمد صالح. والله انا سعيد انك ذكرت فيصل احمد سعد. حيتبنوه ناس كتار، وحيكون يعني حق ناس كتار جدا. وانا من هنا يعني بدوري انه قمت بالجهد البسيط ده واصريت على انها تكون هنا. افتكر انه السنه الجايه حيكون في 1000 شريك لخيمة الصحفيين، وحتطلع منها آلاف الموضوعات والبرامج اللي حتكون مفيدة للمجتمع وللبشرية عامة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. لكم التحية أستاذ فيصل محمد صالح، مدير البرامج لطيبة بريس، شكرا لك كثير. شكرا، وشكرا لقناة الشروق على الحضور. بالمناسبة بعض من تجهيزات الاستوديو كانت حق قناة الشروق. نعم. فنحن بنشكره على ذلك. احنا يعني جزء أساسي في شكرا لقناة الشروق هذه الخيمات وهذه البرامج. ذلك. نعم. شكرا لك. لك التحية. لك التحية أيضا أستاذ أيمن مبارك، مدير المركز الإفريقي السوداني. شكرا جزيلا لكم، وأنا سعيد بالاستضافة، وأنتم السنة الجاية إن شاء الله تمروا البرنامج مباشر. ان احنا خايفين من انه الجمهور يكون بيتعامل مع التلفزيون ما يكون في طبيعته وتلغايته. نعم. لكن ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله بمزيد من التشاور ومزيد من الاجتهادات. لكم التحيه استاذ فيصل واستاذ ايمن، ولكم التحيه مشاهدينا الكرام. كانت هذه حلقه بين السطور، الجمعه القادمه مزيد من الاخبار وتحليل وقراءه للموضوعات التي تتناولها الصحافه السودانيه في الاسبوع. تقبلوا تحياتي والفريق العامل حتى ذلكم الحين، في امان الله.